ألف أسرة وتصدع 16 ألف منزل وغرق 13 ألف فدان. طبعا ده كمية خراب كبيرة بالنسبة لمحافظات الصعيد اللي هي أصلا محافظات بتئن من الفقر وعدم الإمكانيات. سيل قنا ووادي الملوك 96 ده هدم أكتر من 1000 منزل في 7 قرى، وكمان أثر على عدد من المناطق الأثرية زي وادي الملوك ووادي الملكات ومعبد سيتي الأول. وبسبب السيل ده السياحة اتضربت في السنة دي بشكل فظيع جدا سنة 96، وكانت سنة شهيرة إن بيسموها السنة السوداء في السياحة. وفي سنة 2013 سيل أسيوط وسوهاج الخسائر اللي حصلت دخلت في حوالي مليار جنيه. وسيل الإسكندرية والبحيرة سنة 2015، وده اللي احنا هنناقشه بالتفصيل دلوقتي، ده حصل في ان الميه في خلال 3 ايام كميه المطره اللي نزلت على اسكندريه في 3 ايام تقريبا مره ونص قد اللي بتنزل على اسكندريه في السنه كلها. فطبعا كان اوفرلود فوق الثري شولد بتاع الشبكات، واللود ده سبب شلل. اسكندريه فضلت واقفه من لمده 4-5 ايام نتيجه للود ده. مش بس كده، مات 8 اشخاص، والثمان اشخاص اللي ماتوا في 3 في البحيره، وتوقف جميع الخدمات الضروريه الموجوده. وفي سيل 2016 ده برضو حصل في الصعيد. انا حبيت ادي جلانسز مجرد لمحات عن تاريخ السيول في مصر، وازاي انها في اخر 30 سنه ابتدى الوضع يتغير بصوره دراماتيك ما كناش متعودين عليها. الكونسبت ده كان زمان يعني مطره بتحصل وما فيش اي حاجه ممكن تاثر فينا، لان كان موضوع عادي. دلوقتي هبتدي اركز بصوره اكبر على تاثير الكلايمت تشينج على مصر. كارول الحقيقه اتكلمت بطلاقه على مستوى الوطن العربي، انا هتكلم على مستوى مصر. وقبل ما اتكلم على مستوى مصر الحقيقه دايما بحب اشوف احنا فين برضو بالنسبه للعالم، تاثير الكلايمت تشينج والجلوبال وورمنج على العالم بيوصل لغايه فين. دي دراسه اتعملت بواسطه جامعه كولومبيا يونيفرستي، ومن الجامعات القويه جدا ودراسه مصنفه اتاخدت الحقيقه وببلشت في موست اوف ذا ريسبكتبل جورنال. الدراسه دي بتشوف الجلوبال ديستريبيوشن بتاع الفولنربيليتي للكلايمت تشينج، ايه هو تاثير الكلايمت تشينج على الدول دي. الدراسه دي الميزه الحقيقه اللي فيها انها مالتي فاكتوريال، خدت مالتي ديسيبلينز من مفهوم الفولنربيليتي، شافت الفلود، شافت التكتونيك اكتيفيتي، شافت السايزميستي، شافت الديزرتيفيكيشن التصحر، شافت الدراوت الجفاف، شافت تاثير الداع على البيهيفير بتاعنا. فشاف مالتي فيكتوريال، ما هياش تاثير فلاد بس او تكتونيك اكتيفيتي بس او تسونامي بس، لا دي دراسه مالتي فيكتوريال. الدراسه دي خلصت انها قسمت العالم لاربعه كاتيجوري، مودريت وسيريس وسيفير واكستريملي افكتد، اللي هو تاثير الكلايمت تشينج على الدول. الحقيقه مصر ومعظم الدول العربيه، لان هم اصلا اريد ريجنز، كان الرينج بتاعهم ان هم في النطاق الاكستريم من الدول اللي هتتاثر بصوره جامده جدا بالكلايمت تشينج والجلوبال وورمنج على مدار ال 50 60 سنه اللي جايين. وزي ما قلت لكم الميزه في الدراسه انها مالتي فاكتوريال، ما درستش عنصر واحد، لا دي درست مالتي ديسيبلينري عشان تشوف التاثير. الموديل اللي موجود قدامنا بيوضح برضو، خدوا بنش مارك سنة 2016 وشافوا تأثير الكلايمت تشينج على الدراوت الويت زي ما حضراتكم شايفين في السكيل ده اللي هو بيروح ناحية الأزرق، والدراي اللي بيروح لأيديكم الشمال ناحية الموف وكده. خدوا كذا حقبة سكنية، حقبة زمنية 30-39 و60-69 و90-99، ولقوا ان الموضوع getting worse and worse والدراوت بيزيد مع الوقت. وزي ما انتم شايفين برضو ان معظم دول الوطن العربي من معظم الناس اللي هتتاثر بده. دراسات تانية، وده عباره عن collective من literature كتير، عملت accumulation ل segregated data، عملت لها aggregation وشافت الترند بتاع الدراوت. لو تلاحظوا حضراتكم الخط الازرق اللي موجود دول، ده عباره عن الترند بكل حالات الدراوت السيفير دراوت الجفاف المطلق اللي تم في معظم القارات على مستوى العالم، افريقيا وساوث امريكا والاوشن واسيا واوروبا. ولو تلاحظوا ان الكيرف الازرق اللي طالع كله طالع ان ا فيري بوزيتيف واي، ان الدراوت نتيجه للكلايمت تشينج بيزيد بطريقه كبيره. الصوره اللي قدام حضراتكم دي صوره متاخده من كذا منطقه على مستوى العالم. دي كوبنهاجن وكلها حاجات حديثه سنه 2011.
دي تشيك ريبابليك ألبا سنة 2013، دي طوكيو 2007، ودي أندونيسيا سنة 2018، وكلها بتشوف الإفكت بتاع ارتفاع مستوى سطح البحر والسي رايز. وأنا أكتر صورة استوقفتني حقيقة صورة اللي حصل في ماليزيا. لو حضراتكم شايفين إن اللي بنى البيت ده كان بنيه عشان يطلع بالسلم من هنا وكده، ما كانش متوقع إن المية هتوصل شايفين الحدود اللي تحت الشباك دي. المية ارتفعت ووصلت للحدود اللي تحت الشباك زي ما حضراتكم شايفين. فطبعا ده شيء كان very devastating ومش unexpected unusual behavior. تأثير الفلاد برضو عندنا في تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي it's very dangerous. كمية الدبرايز وكمية التربيديتي بترتفع 20-30 مرة، وما عندناش أي حلول نعملها غير إن احنا نوقف المحطة. مش هقدر أعمل غسيل كل شوية، كان التربيديتي بتزيد، بوقف المحطة يومين 3-4-5 لغاية طبعا كل كيس. وده طبعا بيأثر لأن أنت بتخدم حوالي 110 مليون واحد. العملية very critical إن أنا أوقف المحطة حتى لو ساعات، سواء إن هو بيعمل لي point source أو non point source pollutions من كمية التربيديتي الموجودة. الدراسات كلها أو معظمها الليتريتشر خلصت إن بحلول سنة 2060 ارتفاع درجة الحرارة هيبقى في القاهرة 4 درجات، والأربع درجات دول هيأثروا على ارتفاع المية السلاين ووتر من البحر المتوسط من نسبة 0.5 متر إلى 1 متر. السيناريوهين اللي موجود قدام حضراتكم دول، لو المية دخلت ارتفعت مستوى سطح البحر لمدة 0.5 متر، ولو ارتفعت 1 متر. طبعا أكتر المحافظات هتتأثر دمياط، إسكندرية، وعدد من المحافظات الساحلية. وده هيتم إن تقريبا ربع الدلتا هيغرق، وهيتم تهجير عشر السكان الموجودين. احنا بنتكلم طبعا على ديموغرافيك تشينج وبيولوجيك تشينج بطريقة very dramatic way. الصورة دي من دمياط من عند المهندس محمد عسل، ودي بتوريكم ان احنا دي صورة يا جماعة حديثة جدا، دي سنة 2019 شهر يناير. كانوا عاملين خط صرف، الخط ده كان على بعد حوالي 30-40 متر تقريبا من الشور لاين. حصل تايدر افكت، المية دخلت. الخط ده كان على عمق 2.5 متر، بعد ما النوة حصلت الخط كله طلع فوق سطح الارض زي ما حضراتكم شايفين. ده بيوريكم ان احنا يعني مدى تاثير ان الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده في الاونه الاخيره. توزيع السكان بالنسبه لمصر زي ما حضراتكم شايفين فيري هاي دينستي على الجزء بتاع وادي ايه تمام. وده الريسك بتاع مصر والتاثير بتاعها. اخيرا قبل ما اخش على الافمه، ده الدراسه دي خلصت برضو ان احزمه الامطار كلها هتتغير في الفتره اللي جايه. في حتت هيحصل فيها زياده وفي حتت هيحصل فيها نقصان زي ما حضراتكم شايفين. احد الحاجات المهمه برضو قبل ما نخش على الافمه للنيدز، ان الباترن بتاع الامطار نفسه اتغير. بقى المفروض ان كل ما النمبر اوف رين دايز بيزيد كل ما نسبه الامطار بتزيد. دلوقتي حصل ان الباترن اتعكس، النمبر اوف رين دايز ابتدى يقل والانتنستي بتاعت الامطار ابتدى يزيد. فده طبعا ادانا ديفستيتنج. كل اللي انا بقول لحضراتكم ده ابتدى يظهر عندنا في اسكندريه بطريقه كبيره جدا. واسكندريه زي ما حضراتكم شايفين عاصمه ومساحتها بتوصل لحوالي 2800 كيلومتر، وانها بتمتد حوالي 70 كيلومتر على الشور لاين. في زياده بتاعتها في السكان، والاربن زي ما حضراتكم شايفين دي لاند سلايد بتوضح الاربن، المناطق الحمراء دي الاربن بتاعه السكان سنه 2001 والزياده اللي حصلت فيها لغايه سنه 2015، وهي كانت طبعا زياده دراماتيك. والزياده كلها حصلت في الشرق، هويفر ان التخطيط العمراني كان المفروض انها تمتد في الغرب، وده زود حده التاثير الفيضانات. السيور سيستم اللي موجود في اسكندريه كله كومبايند سيور سيستم، عندنا بس على النيل في على الكوست لاين بتاع البحر المتوسط في اوت فول بترمي الميه بصوره مباشره. الامطار في اسكندريه زي ما حضراتكم شايفين ده متوسط المطر من سنه 1930 لغايه 2020. لو خدنا لقطه سنه 2003 و2004 هنلاحظ ان 2003 كان كميه الامطار اللي ساقطه التوتال بريسبيتيشن 198. السنه اللي بعديها على طول في سنه 2004 كان 368، اولموست الضعف. فده بيدينا unusual pattern، وادانا ان كميه الامطار اللي سقطت يوم 24 و25 بس هي بتساوي كميه الامطار اللي سقطت على مدار السنه كلها متوسط. ففي يومين بس اسكندريه استقبلت امطار قد اللي بتستقبله على مدار السنه كلها. الصوره اللي قدام حضراتكم دي بتوضح ستورم، صور من الستورم بتاع 24 و25 نوفمبر واكتوبر، وبتوضح بعض الاماكن زي المنظره وسيدي بشر والنفق وكذا. من هنا الحقيقه بعد ما حصل الموضوع ده
كان دكتور رفعت والمجموعه اللي معاه كانوا توجهوا لهولندا عشان يقابلوا الاجتماع السنوي بتاع الجانب المصري الهولندي، وعرض عليهم المشكله الموجوده، ومن هنا تولدت الفكره الاولانيه. ده كان فيرست انيشيتيف للافما. الافما اختصار انتسيبري فلاد مانجمنت سيستم، وده تعاون مصري هولندي، والتنفيذ فيه على مع الجانب الهولندي هم مسمينه حاجه اسمها الجولدن تراي انجل. الجولدن تراي انجل هو فيه ناس منوطين بالشغل اللي هم بيعملوا الشغل على ارض الواقع زي الشركه القابضه، وفي جهات اكاديميه زي جامعه عين شمس وجامعه اسكندريه، وفي جهات خاصه شركات خاصه زي شركه منتصر وشركه مقاولات وزي شركه جريد، ودي شركه تخطيط عمراني. وفي الكور بتاع التراي انجل ده في الان جي او اللي هي جمعيه رجال الاعمال في اسكندريه. الهدف طبعا من الاسوسيشن ده ان هم يبقى مالتي ديسيبلينري، يبقى في عمليه بارتنر بيشتغلوا كتير، ما هياش جهه واحده بتقود الشغل. في عجاله الهدف ان احنا نتحول من الريسك بيزس الى الريزيلينس بيزس، ازاي نقدر نتعامل مع الفلاد بطريقه ريزيلينس. مشروع الافما بيعمل حاجات كتيره جدا، من ضمنها حاجات فيها ستراكشر، من ضمنها حاجات فيها انجينيرنج، من ضمنها حاجات كاباستي بيلدينج، من ضمنها حاجات شراء معدات. ولكن النهارده انا هركز تحديدا على ما يخص الموديلنج النمذجه. هستكمل لكلام كارول انها اتكلمت عن الموديلنج، فهنشوف هنخش جواه بقى. الموديلنج هيتم عن طريق وحده اسمها الاف ام يو، الفلاد مانجمنت يونت. الفلاد مانجمنت يونت دي هيتم تكوينها في شركه صرف اسكندريه، هي اللي هتتم جواها، ودي وحده هتكون مجهزه باجهزه ومعدات خاصه بالنمذجه. طيب الوحده دي هتعمل عمليه ايرلي ورنينج سيستم، والايرلي ورنينج سيستم ده هيخرج عنه توصيات على الشورت والميديوم واللونج تيرم، وفي الاخر هتساعدنا في اللاند يوز بلاننج. بصوا كده الاسكندريه معايا، لو بصيتوا حضراتكم اسكندريه هتكون بتيجي من الغرب بمرتفع، والارتفاع بتاعها بيقل بالتدريج في اتجاه الاسهم اللي ماشيه دي لغايه لما بينتهي عند الكورنيش. اسكندريه تحديدا في الموديلنج مقسومه نصين، في نص اولاني اللي هو الظهير الصحراوي الموجود ده هيتبع معاه سياسه مختلفه خالص عن اللي هتتبع على الجزء المتاخم للكورنيش. الجزء ده انا محتاج خمس دقائق بس معلش اول مسار. فالجزء الاولاني ده هقدر اعمل فيه كوليكت وسلو داون، مش عايز بس ان انا احمي نفسي من خطر الميه، انا عايز استغل الميه دي، عايز اعمل لها هارفستنج، عايز اتعامل معاها بطريقه منظمه. تمام. الجزء الثاني، وطبعا طرق التعامل مع الكولكت وسلو داون كتير جدا، في جراوند تانك، في سدود، في احواض تهدئه، في تجميع، في ممرات جانبيه والى اخره. الجزء الثاني اللي هو المتاخم للكورنيش ده اكسبت واكومديت، ده عندي فيه مشكله فيري سيفير، ان دي منطقه فيري هاي دينستي بوبوليشن، انا كل املي بس ان انا اخرج بعد الفلاد باقل خسائر ممكنه، فهيكون لي ميثودولوجي مختلفه تماما عن التعامل مع الجزء اللي باللون الازرق ده. وطبعا في طرق كتير للاكسبت والاكوموديت ان احنا نقدر نتعامل مع الميه دي بطرق ايه. طيب مين اللي هيقول لنا نعمل ايه؟ السايكل اللي قدام حضراتكم ده الكونسبشوال الساينتفك كونسبشوال بتاع الموديلنج اللي هنمشي عليه. اول حاجه فوركاست تنبؤ، ثاني حاجه ورنينج تحذير، ثالث حاجه ريسبونس، رابع حاجه ايفالويشن اند ليرنينج. بنعمل فوركاستنج الاول وبعد كده بنعمل تحذير، وبينتج عنها ريسبونس، تبتدي الناس تتحرك اعمل ايه فين، وبعد ما الازمه بتخلص لازم نقعد نشوف الاخطاء اللي مرينا بيها، ايه الحاجات اللي عملناها صح وايه الحاجات اللي عملناها غلط عشان نبتدي نتجنبها. الهيدرو انفورماتكس، وطبعا بنتكلم في الهيدرو انفورماتكس، يعني ده السيكونس اللي احنا بنمشي فيه للموديلنج. عندنا داتا بتدخل مودلز بتطلع نوليدج، والنوليدج بتطلع ديسيجن. الداتا بنستخدم كل ما هو متاح من الداتا، صور اقمار صناعيه، بنستخدم داتا من وزاره الري، بنستخدم داتا من هيئه الارصاد، بنستخدم داتا من واتس ايفر. الداتا دي جاي اس ونيت سينك طبعا بتخش في برنامج موديلنج. الموديلنج عندنا نوعين من الموديلنج، في موديلنج للبريدكشن والتنبؤ بتاع الارصاد الجويه، ده مينلي مخصص للارصاد الجويه، عايز اعرف كميه المطر اللي هتنزل امتى فين، والانتنستي بتاعتها ايه والدينستي بتاعتها ايه، ده بس مخصص للجزء بتاع المطر. وده بيعمله دلفت ايرلي ورنينج سيستم، ودلفت ايرلي ورنينج سيستم من اقوى البرامج الموجوده في الفوركاستنج، وده بروديوسد باي دلتارس. دلتارس اتس سوفت وير هاوس في نيزرلاند، وهو متخصص في الجزء بتاع الموديل. النوع الثاني من الموديلنج بنستخدم فيه برنامج اسمه الاس دبليو ام ام، الووتر مانجمنت موديل سيستم، وده بيكون مخصص ان هي بعد ما الميه تنزل على الارض
هتعمل في 5 دقايق بس الموضوع كبير. النص الثاني بيكون مخصص ان انا بتعامل مع المودل نتورك. الميه بعد ما بتنزل على الارض هبتدي اتعامل معاها ازاي. عايز اشوف الشبكات بتاعتي هتشيل ولا مش هتشيل. يبقى ده اتس سيويج سيستم. هتشيل الريتينشن تايم والديتينشن تايم قد ايه. اهم حاجه بعد كده ازاي اقدر اعمل فاليديت للموديل، ازاي اقدر اعمل له كاليبريشن واتاكد ان هو مظبوط، وان ازاي بعد كده اطلع منه الورن. دي الداتا اللي بتجي لنا من وزاره الري، بتيجي بالشكل ده، بيديني ان اسكندريه وشمال البحيره من الدرجه الاولى من الخطوره وبعدها المحافظات دي. طبعا داتا مؤشرات كويسه ولكن ما بتدينيش معلومات كبيره. قعدنا مع وزاره الري وابتدينا نتناقش معهم تاني، ادونا خرائط بالشكل ده وعرفت ان اسكندريه في خرائط بصوره ساعيه وفي خرائط بصوره يوميه، ولكن الحقيقه خرائط الماكرو سكيل ما قدرتش اطلع منها تفصيل كتير. الشباب في اسكندريه اجتهدوا وكبروها وستيل برضو المعلومات نون انفورماتيف انف ان انا اخد عليها ديسيجن. طيب لغايه هنا البيانات دي بناخدها، ابتدينا عن طريق الفلاد مانجمنت يونت ان احنا نربط بسيطات عالميه باشتراكات طبعا بتدينا الفوركاست بصوره ساعيه وبصوره يوميه. الداتا دي كلها ابتدينا نعدلها بداتا جي اي اس بتفصيليه، وابتدينا نعدلها بصوره ديجيتال اليفيشن موديل، وحطينا فيها كل داتا الصرف الصحي الموجوده وداتا المترولوجي، ودخلناها كلها في البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين البرنامج اللي شكله قدامكم ده برنامج ديلفت ايرلي وورنينج سيستم. النقط الموجوده دي بيقول لي امتى هتنزل كميه مطره فين وكمياتها قد ايه. البرنامج الثاني بيقسم الكاتشمنت اريا لسب زونز وسب زون عشان اشوف كميات الميه وتقدر الشبكات اللي عندي هتقدر تشيل ولا مش هتشيل، ولو مش هتشيل هبتدي اعمل ايه، ولو الميه هيحصل لها احتجاز هتحتجز لمده قد ايه والى اخره. وطبعا الموديل في بارامتر كده. ده شكل ران والبرنامج الحاجات اللي بتطلع منه، وده البرنامج بيبتدي يطلع اكيوميليتيف داتا، وده شكل نهائي ليه على مستوى اسكندريه كلها بتوضح الاماكن اللي موجوده والاكيوميليشن بتاع الميه. طيب اللي حضراتكم شايفينه ده اماكن تجمع الميه في الحمامات الموجوده، ولكن السؤال بيبقى دلوقتي ازاي هقدر اعمل كاليبريشن للموديل ده؟ ما مدى الفيريفيكيشن بتاعته؟ الكريديبيلتي بتاعته ايه؟ وانا ديتين. عشان نعمل الكاليبريشن ده جبنا صور اقمار صناعيه قبل وبعد تمام واثناء حدوث الحدث، ودي دراسه كانت اتعملت لو حضراتكم تعدوا معايا 1 2 3 4 في 6 24 ساعه بتوضح كميه سقوط الامطار في يوم 3 نوفمبر و 4 نوفمبر وبتوضح كونكلوجن. ايه كونكلوجن؟ ماشي. دي صوره قمر صناعي للميه والتجمعات اللي بيها، قدرنا نعمل بيها كاليبريشن للموديل. انا هضطر اجري. فطبعا شفنا الريابيليتي والديسكريميشن والشاربنس و والموديل قدر يطلع امتى عندنا هيبقى فيه سيفير ستيتمنت، وطبعا في الميجرد والكالكوليتد في فروق في الاكيورسي والكاليبريشن بتاع الداتا. الكونكلوجن ان احنا قدرنا نحصر